الحراك السياسي المحلي والخارجي الذي قاده رئيس الجمهورية ميشيل عون عقب إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من المملكة العربية السعودية أفضى بعد أسبوع إلى إبلاغ مراجع محلية وخارجية عن أن الغموض الذي يكتنف وضع الرئيس الحريري منذ إعلانه استقالته يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الحريري في المملكة، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به. التريث في المرحلة الأولى فسحا في المجال أمام عودة الحريري أطاحه غموض مصيره، وبات الرئيس عون يطالب المملكة بالاحتكام إلى الاتفاقات الدولية وتوضيح أسباب احتجاز الرئيس الحريري. ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني أن الرئيس عون أبلغ سفراء أجانب بأن الحريري تعرض للخطف ويجب أن تكون له حصانة. بعتقد إنه العالم كله سواء كان رياضي أو سياسي بده يحترم شرعة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية اللي بتعطيه كل الحصانة. نحن ما نقبل أبدا إنه يطبق علينا غير ذلك. نحن ما قدمنا للمملكة العربية السعودية إلا كل محبة وكل صداقة. تصعيد قصر بعبدة جاء مصحوبا بدعم دولي، حيث تلقى عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد في خلاله إلى التزام فرنسا دعم لبنان في تثبيت استقراره السياسي والأمني. ومن جهة أخرى اطلع عون من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج لقاءاته المسؤولين الفرنسيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي معلومات الجديد فقد أكد عباس أن وضع المخيمات ممسوك ولا خوف من أحداث أمنية تسبب الفتن الطائفية. بدوره أكد اللواء إبراهيم أنه لم يتلقى دعوة إلى زيارة السعودية وأن أجواء المساعي إيجابية.